صباح الخير، أنا صوتكم، أنا صوتك لدى الغرب. مستر سعد الحريري سمع وبتمنى عليك تسمع. أهم رئيس جمهورية بالعالم، طبعا أنت ما بتعرفه، بتعرف شحيت مثل جاك شيراك، لساعة ساعة 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 ما بيعرف ميشيل مرهيش، هذا اللي بيقول لك تعلمت الخبث والكذب والاحتيال والغدر والخياني، ما بيقتل رفعته بيقتل من رفعة الأسد من الباطنية. وديله ساعة ما لقيوا علبة يحطوه، بيحكي درار النابلسي عن هالقصة، طلع على البيت اللي عنده الفوق محل منه، عنده عوتي أبارتومان فوق ظهر البيت، لأنه أي بيت بتشتري معه غرفة أو غرفتين أو ثلاثة، وجيب علبي وعبوة تعتوها لجاك شيراك، ما بيعرفوا جاك شيراك، ما وسمع فيه. هول الفرنسوي ماكرون عن يبرم عدار، مش أبعد من هيك. شو طلعت النتيجة؟ فتح تحقيق على شيراك، تعلمك منيح. طير دوفيل بمان كان مسوكر رئيس جمهورية، ولك من وصلت فرنسا. مشان هيك سعد الحريري سمع أهم رئيس جمهورية بالعالم، إذا ما بيسمع للمستشار لشو؟ شو بيقول المثل القديم؟ لما بيخلوا الصار الأسود يقتل الصار الأبيض، عرف إنه جاء دوره بدهم يقتلوه. في اثنين سمع كتير منيح، بعرف كل الاكيب تبعك من باسم السبع لاخر واحد، مش ما تقعد تحكي وتفكر حيلك بتعريف، لك ما عندك ملف انت عن واحد. انا ببصم لك مع احترامي الكامل لباسم السبع، احترامي الكامل، غير ما بيحترمون. طيب هلا بتقلي مينك انت؟ ايه انا اهم منك، انا بحكي مع المعلم هيك بقعد بحكي، انت ما فيك تحكي، انت بدك تبوس الكتف هون والكتف هون، ما بتقدر. لذلك سعد الحريري سمع، ليه تغلط؟ فؤاد السنيورة وأشرف ريفة هني لازم يكونوا القيادة تبعك، ما ممكن يضربوك، انت ليه تضربن؟ ليه تغلط؟ اذا ضربتن جاي دورك. كل الشعار كان يحكي ميشيل مرهج هيك، خبس كذب احتيال غدر خياني قتل، هيدي استراتيجية إيران، الأنظمة الإرهابية بإيران وسوريا وحزب الله، وإجا هلا بوتين إرهابي جديد. من هون بدنا نوجه تحية بهالمناسبة إلى شعب روسيا اللي منكن له كل احترام وتقدير، ناطرين انتفاضكم، ناطريني، ما في مجال، اقتصادكم بالأرض، ما فيك تكفى. هلا صور بده يعمل صلاح أكتر، يعني بدل ما تاكلوا وتشربوا وتتنعموا وتربوا أولادكم ويفتح مدارس ومستشفيات، بده يستعمل الصلاح ويروح المال هوني. لا مالادي دو تيت، نو جنون العظمة. طيب ليه تضرب أبدا؟ أنت ما عندك ملف، عندي ملف كل اللي حد منك وحويلاك والحد منك والفوق منك والتحت منك. ليه تضرب فؤاد السنيورة؟ كلفوا بيك. قال له بتضل تهتم فيهن يا فؤاد، ما قالي غيرك، ايش ما صور علي. اوعى تقرب على فؤاد السنيورة، ما هو بابا بده يعمل نايب، ما بيعمل بهيدا بالنسبي، ما حدا بيقبل بهالقانون الانتخابات، هيدا قانون الظلام والظلم، هيدا قانون الأنظمة الإرهابية الشمولية اللي ما بتترك وراها إلا التخلف والفقر والجهل والجوع. روح تشوف إيران، شعب إيران بالمناسبة تحية لإله، هذا الشعب الكبير المهم اللي البنت عم بتجي على طهران عم بتقوله للزلمة عميل اللي بدك إيه بجسدي معي، بس طعمينه لك يا عمي، روح تفرج، روح ليه تغلط؟ عندك اثنين فيك تعطيهن سرك، ما بيبيحوا سرك ابدا، ليه بياكلوك وليه بيضربوك وليه بيشربوك وليه بيتامروا عليك؟ اسمع كتير منيح، اهم من ولادك ومرتك، اهم من اختك بهية، اثنين الرئيس فؤاد السنيورة والوزير الجنرال اشرف ريفة، ليه تبيع السنة؟ ليه تضرب امتك؟
ليه تبدل ابنك ببندو؟ ليه تشلح تيابك بتبرد؟ لك اسميع اسميع سعد الحريري، لك بتمنى حدا يسمعك اش عن قلك، وإلا مستويك اسميع بصوتي وبالصورة بارجو حلاسوني هاد المشنوع. ما بدي قلك أكتور، ليه تخليني قلك أكتور؟ عم بقول للكبار ايه عم بقلن عنك، مش اني مني عم قول. اذا قلت لك معقول كون كذاب. الفرنساوي اللي تروهن علينا ماكرون بده يلعب دار عن يبرم عدار. خلصنا منه. هيدا المجرور ابن جريسوتي يقول هيدا العميل الصغير لجميل السيد هلا الوفيق صفي، عملوه وزير العدلية، ولأي عدلية انت بدك تعمل؟ هلا صر الضوء باثنين مورنة، اسمعها كتير منيح وحطها بروسك. اوعى تفتكر هيدا السافل الوسخ اللي ما في اخلاق ليه بتعني لإله ليه لبنان وليه العلم وليه الارزة؟ اسمعني كتير منيح، بعنيهن بعرف اش عم طلع من تمه. ولا المورني ولا بكركة، اسمه ميشيل عان، تفه على بلد بيجيب ميشيل عان بقوت الصلاح وبيحطه رئيس جمهورية. هيدا مجرور، مجرور كبير، هو وعائلته وبناته وأسرتها. سمع كتير منيح انت جريسوتي صر الضوء باثنين مورنة، هيدا معلمك منو معلمك، بتراقبه، مهمتك تراقبه لميشيل عان وقت اللي انحشر شخصيا مش كطائفة. جيتي يستعمل الطائفة مثل ما استعملها طلع الناس عب عبدة تتأيده وعن يستغلن بهالشكل، لأنه بكركي منع عن تاخد موقف سيادة. أسف يا عبكركي أنه توصل حيل الهان. لو يا عمي أنا أنسان مثقف، مثقف مثقف صحيح، ما تعلمت مهندس، ما تعلمت طبيب، ما تعلمت محامي، بس مثقف مثل ميشيل أبو جودي وغسان تويني وقضن على 40 مرة. اسمعني كتير منيح، بارح كنت لازم تكون بالاحتفال، عطيوني أورد أساتذة العلوم السياسية، رح وديلك نهيتي تشوفوها. أساتذة العلوم السياسية بأهم 10 جامعات أوائل بالولايات المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية على آراء السياسية من أجل السلام. بيقولوا لي لألي ما شفنا واحد بالشرق الأوسط عنده هالذهنية المفتوحة، ما عم مجازي مجوز وميل، ما بدي وما بدي مركز. صر الضوء باثنين مورنة. ميشيل عان دفشك، بس برجع بذكرك وقت اللي انحشر من النظام السوري وما عم بيعينوا رئيس جمهورية، طلع عنده بعد الطائف كاردينال بوينتي قال له حصل اتفاق بالطائف، بطلب منك انك تنزل وتسلم القصر والشرعية. قال له باسم مين عم تحكي؟ قال له أنا عم بحكي باسم بابا رومي. قال له ميشيل عان للكاردينال بوينتي هم سجلة، لأنه بعمل تقرير للفاتيكان، قل له للبابا هو بابا عرومي بس أنا بابا على مسيحية الشرق. سميع كتير منيح ابن جريسوتي، بقيت باثنين بورني بواحد إعلامي يلي بيعمل كلام الناس بالال بي سي وبإحدى شخصيات الموارنة النائب سامي أمين الجميل. تبي الله بكن جربوا تضربوا سمير جعجع وفارس صعيد تحت ستار القانون، انتو القانون وانتو الاتهام وانتو الدفاع، هيدي كل الأنظمة الشمولية من رواندا إلى بيروت، عملتوها بطهران وعملتوها بسوريا وعملتوها وين ما كان. ليك ليه تقول ما قلت لك؟ اسمع اسمع انت هذا المجرور الصغير الجريسوتي العميل للنظام الارهابي بايران وسوريا، حزب الله انت موظف عند وفيق صفي، انا بتهمك ايه؟ ما فيك تخلص مع المور، كلهم كن هلو كيف كنت لقطوا مثل ما عملتي على
على الإعلامي تبع الـ LBC بكلام الناس، والنائب سامي الجميل بدك تعمله مع فارس صعيد ومع سمير جعجع، بس ما راح يسكتوا لك المغرنة. اسمع هالكلمة، انت واللي وراك هذا المجرور الكبير اللي فوق حاطينه بعبده بإصلاح حزب الله فرضا، ما راح يسكتوا لكم المورنة. ركعته بكركة وجايبين بتراك منه سيادة مشان المال وغير المال. صور ثاني أباشا ماروني من مزياره وقت اللي بده، لذلك صورة كافيه تروتوار بكركي للأسف الشديد. فجري صوتي، شيل هالقصص من راسي، روح لعنده قول له جيب وحدة محلة. ليه تفوت بهالخندق؟ ما فيك تطلع منه. معلش بطلي عم بتهددني عم بلغك، ما فيكن للديمقراطية. بالمناسبة قبل ما أترككم، تحية لدولة إسرائيل، هالدولة العظيمة الكبيرة. روحوا تشوف هالدولة كيف مبنية، روحوا تشوف هالاقتصاد كيف متين، روحوا تشوف هالزراعة. من هون أنا بوجه نداء للملك سلمان بن عبد العزيز، أنت الأمير سلمان وبدك تبقى الأمير سلمان بنظرنا، صرت ملك أو ما صرت ملك، حبنا للأمير سلمان بده يبقى. ممنوع تحويل من الدول العربية النفطية إلى لبنان، اللي عم بيشتغلوا يفتحوا حسابات مطرح ما بيريدوا بالغرب أو بالبنوك بالدول الخليج. اثنان، ممنوع الزراعة، أي شيء يجي من لبنان ممنوع مرفوض، وخلونا نفتح الزراعة، هالزراعة المهمة بدولة إسرائيل، خلونا نفتحها. خلونا الزراعة كتير مهمة بإسرائيل، خلونا نفتح السوق العربية لدولة إسرائيل هالدولة المتينة. امبارح هالغارة اللي عملتها بتحترمها، أقل شيء مهما كانت لصالح هالغارة عم تحمي هالناس الأبرياء المدنيين، ما قلن علاقة بشيء، عم ينتفضوا من أجل كرامتهم، من أجل الحرية والديمقراطية والسيادة. بفضل دولة إسرائيل ما عم بيجتاحوا المخيمات بلبنان ويذبحوهم، صدقوني اللي عم قلكن إياه. ما قلنا إلا دولة إسرائيل، تحية للرئيس بن غوريون على إقامة هالدولة، تحية للرئيس جولدا مير على هالدولة المتينة القوية اللي تركتيه. ما عملوا فساد بربع ليرو، اشتغلوا لوطنهم ولشعبهم. تحية للجنرال موشا ديان يلي بقيت بال67 قبل الحرب، شعب إسرائيل يقول لا نقبل. كان الرئيس ليفي إشكول وزير دفاع كمان كرئيس وزراء، إلا بالجنرال موشا ديان وإلا خايفين. بكن تسلموه وزارة الدفاع، فرض الشعب الإسرائيلي فرض. هذا الجنرال اللي خدم أوطانه، روحوا تشوفوا عيش ببيت عادي كلهم. الرئيس ليفي إشكول اللي قبل ديمقراطيا وقال طالما الشعب بده موشا ديان، موشا ديان بيكون الجنرال موشا ديان بيكون وزير الدفاع. لما بتشوف شام الروكز وبتشوف هذا المجرور ميشيل عون، هول جنرالية شكل جنرالية، بلا دبحوا المنطقة المسيحية من الوريد للوريد. بقول له لدولة الرئيس الياس المار، ما بيقدر حدا يشيل الجيش، ما له علاقة حدا، هذا قرار اخده ميشيل عون. والأجهزة الأمنية الإيرانية السورية حزب الله هي وراها ناطرينك كمان تفتح. هذا أنظار ليبيك أنه الانتخابات أنا بقررها ميشيل عون بالمتن. بده عم تسمعوني ولا لا؟ مشين تفهموه، بدن يركعوا الحريات ويضربوا الحريات مبلشين فيها. بكركة لا تخوني لبنان والمورنة، بكركة اسمعي كتير منيح، وإلا رح نتوجه إلى الأمم المتحدة بمذكرات رسمية.
ما رح نسكت لك يا بكركي، إذا بدك عم بتخوني بكل تصرفاتك، عم بتغطي السلاح تبع حزب الله مثل ميشيل عان، عم بتغطي الإيرانيين وهجوم على لبنان بهالشكل. إيه إيه بكركي أنت مسؤولة، بعض مطورينك مشريين كمان. سمعي بكركي، لازم تسمعي لمواطني، اسمعوا ورددوا ورددوا. ولك بيبعد عني والله ربع متر ما قلت له صباح الخير لبترك الموروني. أنا الموروني، ولك أنا من هالأرض مني جاي من بعيد. ولك والله إذا بتعملوا DNA لأهالي صغرتي ما بيفضل إلا 20% هني أصحاب البرد، والبقي كلن إجوا لعنا. مشان هيك أنا بقول كل من بده يترشى عن قضاء صغرتي بدنا نقول له عمل DNA إذا كنت من صغرتي، وبعدين احكي إنك الزعيم الصغرتاوي رح نبلش فيه. شكرا وألف شكر سعد الحريري، أرجوك تسمع. اسمع، أنا مني طالب منك تواجه حزب الله. ليه تضرب السنة؟ ولك اوعى تصدق في اثنين ما بيخونوا سرك بس، وليه ترد أحدا؟ هني بدن إياك إنك تضربون تيضربوك بعدين. شعار واضح واستراتيجيتهم خبس كذب احتيال، جرب بيك قبل منك بكتير، غدر خياني قتل، مين بيصدقن اشو بيحكى؟ بالمناسبة الولاد صغرتي لو تشوفوا كيف عم بيوجهها عمال عطرنبط بنزين، ما بيعرفوا انه القانون بأمريكا اكبر بكتير. معلشي أنا صوتكم، لا تزعلوا أبداً.